بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا المواقع الإلكترونية المجانية للدراسة عن بعد لفائدة التلاميذ التي أطلقتها شركات الاتصالات، وهنا تنقول جميع شركات الاتصالات. إذا عندنا الموقع الأول اللي هو منصة تلميذ اللي هو تلميذ تيس، أذكر بأن هذه الروابط سوف تجدون أسفل هذا الفيديو. إذا عندنا الموقع الثاني اللي هو المتمدرس.min.gov، ثم عندنا الموقع الثالث اللي هو أورينتاسيون يعني ديال التوجيه، توا كذلك مجانيا. إذا هنا كنلاحظوا الواجهة ديال الموقع أورينتاسيون، ثم لدينا موقع الدعم التربوي. إذا لدينا موقع الدعم التربوي فهو في إطار التحيين، ثم كذلك لدينا موقع خدمة الولي. إذا أذكر بأنه روابط هذه المواقع سوف تجدون أسفل هذه الفيديو. ثم لدينا كذلك موقع وزارة التربية الوطنية. إذا أذكر هذه هي المواقع المجانية التي سيستفيد منها التلاميذ من خدمة الإنترنت المجاني. ختاما نتمنى أن نلتقي في فرصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.